نحن هنا بناء على دعوة رسمية قدمت لنا من الحكومة المحلية، الغاية الأولى منها هي خدمة المواطن في ميسان الحبيبة وخدمة المحافظة. في البدء قدمنا استعراضا عن قصص نجاحات مشاريع العتبة العباسية المقدسة، ثم وقفنا عند الفرص والتحديات التي تواجه كل مشروع في هذه التخصصات المتنوعة، ذلك أن معاينة الفرص والتحديات سيكفلان نجاح أي مشروع، مثلما سيتكفل باستمرار نجاحه هو المراجعة والتقييم. قدم فريق المحافظة المشاريع المخطط لها وما تواجهها من صعوبات وتحديات ومعوقات. الإمكانيات المتوفرة في محافظة ميسان تم طرحها على خبراء العتبة العباسية بغية الحصول على أطر ومسارات تخدم القطاع الزراعي في محافظة ميسان، وتم الاتفاق مبدئيا على طرح الرؤية الشاملة في ورشة العمل القادمة اللي راح نعقدها، والآلية اللي راح تتبع ومدى إمكانية العتبة في تنفيذ مشاريع استثمارية تخدم القطاع الزراعي في محافظة ميسان. بعد زيارة وفد محافظة ميسان إلى كربلاء المقدسة ولقاء العتبة العباسية المتمثلة بالمتولي الشرعي السيد أحمد الصافي، حقيقة استجابة سريعة من لدى المسؤول العتبة والمتمثل الشرعي لها، وأرسل وفد إلى محافظة ميسان، وحقيقة كوادر متقدمة في العتبة ولقاء الكوادر المتقدمة ومدراء الدوائر الموجودة في محافظة ميسان، وتم طرح العديد من المشاريع والمواضيع المهمة في المحافظة التي ممكن أن تجذب الاستثمار للمحافظة وممكن أن تكون لها مردودات اقتصادية للمحافظة.